أخبار اليوم. وبرضه احنا نذكر مثلا يا عمرو، هو طبعا احنا كنا اصحاب جدا وشاكسين جدا وخانق كتير جدا وفرد واحد، بس دايما يعني في حب بيننا. طبعا في مبالغات بقى حواليك بقى على الخلافات اللي بيننا، كله كلام مش ضرب، مش ضرب ولا حاجه، كله كلام مش عادي. انما هو كان ممثل نادر، كان بيعيش الشخصيه، بس ما كانش العيب الاساسي ان ما كانش بيعرف يفصل الحياه ما بين الشخصيه وهو بيعمل فيلم وبره الفيلم، هو بيبقى عايش الحاله، وده شيء مرهق جدا. وساعات مش عامل، يعني لما عملنا ايام السادات كان بيجي الصبح عشرة الاول، كنا نقول صباح الخير يا حمام بتاع، وبعدين الناس كانوا متضايقين منه عشان ما بتصبحش عليهم، فرحت قلت له احمد لازم برضه تصبح على الناس وبتاع كده، عمل ده يومين وبعدين خلاص. بعدين المهم يعني بعد شويه احنا كنا بنقول صباح الخير يا ريس، يعني كان بطاطا يا حمام، يعني هو بقى الريس كان عايش الشخصيه. انا احمد ايامها كان طبعا اصغر سنا، كان وشه سمع، وانا كنت عاوز اتخشن الوش يعني، فقلت له انا عاوز يبقى عندك شنب دجلس كده، وايام المور الشعر الكنيش ده، وكان مبني على شخصيه، احنا ما عملنا سيناريو مبني على شخصيه واحد بيلعب كوره سراب فعلا، كان اسمه سعيد الحاج، كان بيلعب كوره سراب، كان بيلعب كوره سراب وهو حاجي، وكان بيشتغل بشركه النيل الكبريت، وكان يلعبوا مباريات ويسافر ويلعبوا بفلوس مش بلاش يعني. وبعدين انا اصلا فكرت ان اعمل فيلم على لعيب كره سراب. احمد عاندني وجالي جالي حاله تقريبا نمره واحد، فانا اتبسط جدا، والفيلم كان انتاجي انا وعمرو الطيب وبشير الدين وغادة شوقي، قلنا له بقى ايه نجيب نغيره، نجيب مين؟ عادل امام. عادل امام كان بيصور مسلسل اسكندريه، رحنا له واقتنع بالمشروع. انا رحت لاحمد زكي البيت قلت له اسمع كده يا حمام، احنا جبنا عادل امام. دخل الحمام شويه كده ورجع، هو بيحكي لي بعدين دخل الحمام يشتغل.